السلام عليكم. كنشكرك الاخ طارق وكنشكر قناه شوف تي في قناه الشعب وكنشكر جميع المغاربه والمتابعين ديال شوف تي في. الاسم ديالي فاطمه ولكن مدعوه بام الخير، يعني المبادره اللي كندير وهي انا كندير العمل الجمعوي وفكرت ندير شي حاجه بوحدي، يعني ماشي جمعيه ولا ما كرهتش لو يكون عندي واحد المقر كنديروا لاصحاب السلطان، يعني الناس اللي كيجيو خارج وجده وسميتو، يعني يكون عندي غير مقر هذوك الناس انا نتكلف بهم شخصيا حتى يمشيو في حالاتهم. يعني الانسان كيكون عنده صحته وسعيد في حياته وعنده وليداته وعنده دار وعنده يقول الحمد لله، يعني خصو يدير شي حاجه اللي ترضي الله وكيزيد فيها من العمل. يعني خصنا نحسوا بهذوك المعاناه ديال هذوك الناس اللي كيتلبطوا وما عندهمش فين يمشي وما عندهمش فين هذه فكرت فيها، ولكن كنتمنى المسؤولين يسمعوا هذه، الا كان شي واحد اللي يعطيني واحد مثلا نقول شي مقر انا مستعده نقوم بهذوك الناس ان شاء الله. والعمل اللي درتو انا درت واحد القناه سميتها ام الخير الوجديه، درتها يعني باش نعاون هكذا، يعني ونتمنى الناس يفهموا شنو بغيت نقول. يعني قناه ام الخلوجيه ماشي يقولوا هذه راه غاديه كذا، انا لو كان بغيت شي حاجه غادي ندير شي حاجه اخرى، انا بداري بوليداتي براجلي، يعني بغيت درت واحد القناه حتى الا بغيت ندير شي حاجه راسي، فهمت؟ بغيت نعاون شي واحد تكون الفلوس ديالي. المهم كنا اللي دخل القناه ديالي كنت هضرت مع كنت درت واحد الفيديو باش نجمعوا دوك الملابس القديمه للناس اللي وراه الا دخلوا قلبوا على هذا الفيديو في القناه غادي يلقاو. والحمد لله جمعنا شي ملابس، وواحد السيده كنشكرها من فرنسا اللي من تقريبا من العائله ديالي وعاونتني، ووصلنا الامانه لمواليها دابا في هذا رمضان ان شاء الله. كنطلب من المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب وجدا خاصة ماشي يعاونوني بالفلوس، لا يعاونوني يدخلوا إلى القناة. هذاك هو راه داروا شي أكثر من اللي يعاونوني بسميتو، يعني هاد المداخل ديال القناة بغيتها تمشي للعمل الجمعوي اللي هو مثلا شي واحد مريض صحاب السلطان اللي كيجيو من خارج مدينة وجدة، وراكم شفتوا المعاناه ديالهم الناس اللي كيجيو معاهم ما صحاب السلطه راه ما عندهم اللي يتكفل بهم في السبيطار في طريق جراده، بحال الناس اللي في البوادي هادو بزاف. يعني وهاد الخلصه فهاد حيت انا عندي عام فاش درت القناه عمري تخلصت هاد الخلصه، باش تخلصت بغيت نشريها ديك القفه اللي كنت دايره على حساب 20 ديال الناس، دابا ما كتكفينيش 20 ديال الناس غادي ندير 10 ديال الناس، وان شاء الله غادي تكونوا الا كنتو في سميتو وغادي ندير هذاك الشيء في القناه غادي نحطو في القناه. مشيت اليوم وسولت شحال تجيني في الاخر، وغدا ان شاء الله غادي نتغدى ونتمنى الامانه توصل لماليها. الناس كاينين في عين بني مطهر، كاينين في تويست، كاينين هنا في وجه، ولو كان عندي غادي يكون عندي اكثر، ولكن لو كانت المشاهدات ونتمنى من الناس يعاونوني، ما كنقول لهمش تعاونوني بالفلوس، لا انا بغيت غير يدخلوا للقناه ويتابونا ويتفرجوا في الاخر، وداك الشيء غادي يشوفوه راسهم يبقاو يشوفوا هذيك. وعلى فكره كنشكر العائله ديالي، كنشكر الزوج ديالي اللي مساندني في هذا العمل وحتى هو كيساهم داك الشيء اللي سميتو. نشكر واحد السيده من فرنسا سميتها ملكة، نشكرها بزاف، يعني شجعتني عاونتني بزاف، عاونتني معنويا وحتى ماديا، كتعاونتني في الألبسة صيفطتها لي من تما. وراهم وصلوك اخ طارق الفيديوهات، شفت الناس كيفاش كيعيشوا في الخيمة ويطيبوا بالعواد، ويعني وحالة اللي هي عويصة. كاين الناس اللي مثلا نعرف واحد السيدة مسكينة ما عندهاش والديها، مطلقه تهرست راها قابضه الارض في الفراش، راه خص لي كاين بزاف. هذا اللي كنقول للمغاربه يدخلوا عندي للقناه ويتابوناو عندي،
وداك الشيء غادي نشوفوه بعينيهم يعني يشوفوا كيفاش كان. المهم الا كندير شي حاجه اي حاجه درتها غادي نديرها لهم في الفيديوهات ان شاء الله.